شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيو مكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات. ويستهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمواطنين والمستثمرين. وتشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وإرساله للهيئة ثم العمل عليه من قبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونياً.